ومن أخبار العملة الأمريكية، ارتفع الدولار نحو 0.3% مقابل العملات الأخرى المنافسة، كما صعدت أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات، وتجاوز مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات منافسة مستوى 103 نقاط في تعاملات اليوم، بعد أن لامس أدنى مستوى في 7 أشهر عند 102.20 نقطة أمس.